إليكم جولة الصحافة من منطقة أوروبا الشرقية نستهلها من بولونيا. على يومية بولسكا نيوز، رئيس الوزراء البولوني ماتيوش موراويتسكي أعرب عن ارتياحه لموقف الولايات المتحدة الأمريكية الأخير بشأن العقوبات الجديدة ضد الشركات العاملة في مشروع مد أنابيب الغاز السيل الشمالي 2 التي ستربط بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق، معتبرا أن إحداث هذا الخط دليل على عدم التضامن الأوروبي لبلوغ الأمن الطاقي، في إشارة إلى رفض موقف وارسو من قبل دول أوروبية عديدة. في تركيا، رصدت يومية انشفاق توقعات اتحاد الأنشطة والأعمال السياحية البديلة التركية بشأن انتعاش قطاع السياحة بشكل سريع عقب استئناف الرحلات الجوية من روسيا وألمانيا إلى تركيا. اليومية أكدت نقلا عن رئيس الاتحاد تأكيده أن بدء الرحلات الجوية ودخول السوق الألمانية السياحية إلى تركيا سيدفع القطاع السياحي للتعافي السريع. في النمسا، وعلى يومية هويتا، تم إجراء حوالي 80,000 اختبار للكشف عن وباء كوفيد-19 للعاملين بمختلف مقاولات القطاع السياحي في سياق خطة حكومية لضمان سياحة آمنة. اليومية أوضحت وفق معطيات لوزارة السياحة أنه تم اختبار 79,249 عاملا بالقطاع بأزيد من 2500 مقاولة وفق البرنامج الخاص الذي دخل حيز تنفيذ في بداية يوليو المنصرم.